إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله خير من دعا إلى الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يا عباد الله، إن لله سبحانه وتعالى في الكون سننا لا تتخلف، سنن اجتماعية واقتصادية وسياسية وكونية طبيعية أوجدها الله سبحانه وتعالى، فجعل لكل نتيجة سببا، وجعل لكل أمر عاقبة. فبين الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، في هذا المثل العظيم بين سنة كونية اجتماعية، فقال: والبلد الطيب، البلد الطيبة تربته، الخصبة تربته، النقي هواؤه وشمسه، الكثير غيثه وطله. مثل هذا البلد الطيب في كل شيء ينبت نباتا طيبا بإذن ربه. هذه سنة كونية. انظر إلى العالم، وانظر إلى ما فيه من النبات وما فيه من الشجر وما فيه من الثمر الطيب، تجد أن أكثر الثمر وأطيبه هو ذلك الذي يأتي من مثل هذه المناطق التي تتوفر فيها مثل هذه العناصر، عناصر طيب التربة وطيب الهواء وكثرة الشمس ونقاء الماء وكثرته، البعيدة عن التلوث، الصحية. هذه تنتج ناتجاً طيباً صحياً. قال: والذي خبث، أي والبلد الخبيثة تربته، تربة مالحة ليست صالحة للزراعة، القليل النزر مطره وغيثه وماءه، الفاسد هواؤه. قال: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج، الأصل أن لا ينبت، فإن أنبت يكون هذا النبات نكدا. قالوا في التفسير: نكدا أي عسرا، لا يخرج إلا ضعيفا سيئا، ليست ثمارا طيبة. قال: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذا مثل إخوة الإسلام، ولله المثل الأعلى، وهي حقيقة كونية لا شك في ذلك. حتى الناس في حياتهم اليومية يعرفون مثل هذه الأمور.
إذا ذهبت لتأكل في مطعم يستعمل مواد فاسدة منتهية الصلاحية، يجلب لحوم فاسدة، ثمار معفنة انتهت صلاحيتها، ومكانه مكان قذر ترتع فيه القاذورات والبكتيريا وغير ذلك، كيف سيكون الطعام الذي ينتجه؟ سيكون سبباً للأمراض وسبباً للأوبئة، سبباً للفساد، لأن هذه العناصر يستحيل أن تنتج طعاماً طيباً. لا بد أن يكون هذا الطعام من جنس هذه العناصر التي استعملت فيه. وعكس ذلك من يستعمل العناصر الطيبة الصحية والمكان الصحي النظيف والذي يتقن عمله، لابد أن ينتج طعاماً طيباً سائغاً صحياً. فهذه حقيقة كونية. My dear brothers and sisters, in Surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala gives us a parable. A parable that talks about one of the sunan, one of the natural rules that Allah subhanahu wa ta'ala has established in this universe. He says, وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ As for the good land, يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ It will produce good produce with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِي خَبُثَ And as for the bad, the not so good land, لَا يَخْرُجُ It will not produce anything unless it is poor. Those are the examples that Allah subhanahu wa ta'ala gives for people who might be thankful. This rule, brothers and sisters, we find it in everything around us. If you want to have a good result, you have to have the good ingredients that will produce that. If you want to eat a good meal, you're supposed to use good ingredients, wholesome ingredients, so that the result will be good. If you want to pass an exam, you're supposed to put good work, good preparation, so that you will have a good result. This is a sunnah that Allah subhanahu wa ta'ala has established. And yet, this is, like I said, is a parable. It is a parable. Ibn Abbas, رضي الله عنهما, says, ذلك مثل المؤمن ومثل الكافر. He says, this ayah is the example for the believer and the non-believer. How is that? It is attributed to Isa alayhi salam that he has said, من ثمارهم تعرفونه. If you want to know the people, what's inside of them, what their iman is, look at their deeds. من ثمارهم تعرفونه. The believer is a good person. Is a person who is good inside. And because he is good inside, that will reflect on his behavior. He will produce good deeds. He will produce deeds that are beneficial to his ummah, to his family, to his friends. Things that will benefit him in this and others in this dunya and in the hereafter. Because if you open up that person to see what's inside of him, you will find fear of Allah subhanahu wa ta'ala. You will find hope that Allah subhanahu wa ta'ala will enter him into paradise in the company of the Prophet alayhi salatu wasalam and the Sahaba and the righteous. You will find inside him justice. You will find inside him high principles that he lives for. And as a result, because these are the ingredients that he is made of morally, he's not going to be unjust. He's not going to be arrogant. He's not going to transgress another people's rights. He's not going to be a liar. He's not going to be a cheater. And on the other hand, if the inside of a person is kufr, is rejection of the truth, rejection of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the source of all that which is good, all that which is wholesome, all that which is beautiful. Inna Allah jameelun yuhibbul jamal. If the person is ugly inside, if you open him up, you will find envy, you will find grudges, you will find arrogance,
You will find selfishness. You will find all kinds of qualities that are bad. How do you expect the behavior of such a person to be? It's going to reflect what's inside of him, exactly as Allah subhanahu wa ta'ala has said. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ. As for the good land, it throws out good produce. As for the believer who is good inside, he will produce good deeds. Deeds that are beautiful. Deeds that are good. And as for the kafir, the one who does not believe, but on the contrary, his inside is rotten, he's going to be a liar. He's going to be arrogant. He's going to be selfish. He's going to be grudge holder. He's going to be a cheater. He's going to be an oppressor. Because that's what's inside of him. Even if he does something good, it will be just pretending. And then very soon he will go back to what's inside of him. He will go back to his norm. That is why, brothers and sisters, it is very important to make sure that we receive good input. Don't allow inside of you, don't make a part of your character any quality that is bad, any quality that Allah subhanahu wa ta'ala does not like. Make sure that the input that you receive, that you allow inside of your consciousness, inside of your mind and inside of your heart, is good. Fill your inside with the word of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the best. Read وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ. Memorize it. Because it tells you what good qualities you are supposed to have. Read the ayahs that talk about الْمُؤْمِنُونَ. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. It will fill you inside with good qualities. And stay away from the qualities that the ayahs that talk about hellfire and the dwellers of hellfire. So that you will keep your inside pure. Qatada rahimahullah, another great mufassir, he said, this is the example of the believer and the non-believer. Ya ibadallah, وَلِبْنِ الْقَيِّمِ الْجَوْزِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَلَامٌ جَمِيلٌ يَقُولُ هَذَا مَثَلُ الْقَلْبِ الَّذِي يَقْبَلُ الْوَحْيَ مِنَ اللَّهِ وَالْقَلْبِ الْمَيِّتِ أَوْ الْقَاسِي الَّذِي لَا يَقْبَلِ الْوَحْيُ مِنَ اللَّهِ. الْقَلْبُ كَالْتُرْبَة. القلب كالأرض، إما قلب طيب كالأرض الطيبة يقبل الوحي والهدي من الله ورسوله فينبت بذلك أعمالا صالحة وأفكارا صالحة وأقوالا صالحة. وإما قلب جاف ميت لا يقبل كلام الله ولا هدي نبيه صلى الله عليه وآله. ربما يسمع ولكن لا يؤثر فيه، لا يتجاوز أذنه ويسمع، وقد يسمع الكثير ولكنه لا يسمح له بالدخول إلى قلبه، بل إن قلبه نفسه يرفض مثل هذا الخير، يجد في نفسه مقاومة شديدة. أنا أكون كذلك؟ أنا أفعل هذا؟ مثل هذا الذي فسدت فيه هذه المطغة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويؤيد هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله الحديث الذي أخرجه البخاري في باب العلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما مثلي ومثل ما بعثت به من العلم والهدي كمثل الغيث الكثير أصاب أرضه. مثلي مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل ما بعثه الله سبحانه وتعالى به من الهدي ومن الخير من الوحي كمثل الأرض، فأصاب طائفة منها أرضا نقية على الغيث، نزل على منطقة نقية خصبت التربة فأنبتت الكلأ والعشب. هذه الأرض الطيبة أمسكت هذا المطر وأنبتت منه
نباتا حسنا، وأصابت أخرى أجادب مناطق جذباء لا تنبت، لكنها أمسكت الماء، أمسكت الماء فانتفع به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، مثل الآبار، مثل البحيرات الصغيرة التي تتجمع فيها المياه النقية، هذه لا تنبت ولكنها على الأقل تحفظ مثل هذا الماء فينتفع به الناس، يشربون منه، يغسلون ثيابهم، يسقون دوابهم، ربما أخذوه واستعملوه في الزراعة وغير ذلك. أما الأخرى فإنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا ولا كلا. الطائفة الثالثة، النوع الثالث من هذه الأراضي التي نزل عليها الطيف، فهي قيعان سبخات مالحة لا تمسك الماء فينتفع منه الناس، ولا هي أرض خصبة فيخرج فيها نبت طيب ينتفع منه الناس. قال: فذلك مثلي ومثل ما جئت به من الهدي، فانتفع به أقوام فعلموه وعلموه، ومثل من لم يرفع به رأسا فلم يتعلم ولم يعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا المثل إخوة الإسلام يجعل كل واحد فينا يسأل نفسه، الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، أي نوع من القلوب قلبك؟ اسأل نفسك، هل ينشرح صدرك ونفسك وأنت تسمع كتاب الله فتتشربه في قلبك وتجعله جزءا منك تتأثر به وتعاهد النفس وتوطنها على الالتزام بما تسمع، تجعله جزء منك، أم أنك تسمع هذا ولا تفهم ولا يؤثر فيه بل ولا تحفظه أيضا، فيكون حالك كحال الأرض الثالثة. فالناس بناء على هذا الحديث واحد من ثلاثة: إنسان ينتفع بالموعظة وينتفع بالهدي، يلتزم أمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأرض الطيبة، الأرض النقية في الحديث، وهذا الذي يتعلم العلم فيلتزم به وينفع به غيره. والنوع الثاني هو الذي ربما ليس عنده ذلك الفهم ولا القدرة على تحليل واستنتاج واستنباط والاجتهاد في الأحكام وفي الآيات، ولكنه على الأقل يحفظ ما يسمع وينقل إلى غيره، وهذا فعل طيب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعيها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى لها من سامع ورب حامل فقه غير فقيه. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعيها ثم أداها، نقلها كما سمعها، ربما هو لم يستفد منها كثيرا ولكنه أوصلها إلى من انتفع بها فاستنبط منها الأحكام وعلم الناس وأفاد الناس. وهذا كان أمر المجتهدين، كتب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أحمد ابن حنبل: أرسل لنا ما صح عندك من الحديث عراقيا كان أو شاميا أو حجازيا، ما يصح عندك من الأحاديث أرسلها إلي، مع أن الإمام الشافعي رحمه الله له مسند وهو أيضا من علماء الحديث، ولكنه كان حريصا على السنن، فقال له: أرسل ما تستنبطه أنت، ما تسمعه أنت من الأحاديث وتصححه فأرسله لي حتى أنتفع به. فهذا القسم الثاني الذي يحفظ وحي الله سبحانه وتعالى ثم يؤديه ويبلغه للناس، وفي هذا أيضا خير. أما الشر كل الشر ففي النوع الثالث. النوع الثالث إما أنه لا يسمع أصلا ولا يريد أن يسمع، واسمع غير مسمع، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله: احكي، مش راحين نسمع، راحين نسمع لك بس مش راحين نفهم، وإذا فهمنا مش راحين نلتزم. هذا هو النوع الثالث، لا يسمع، وإذا سمع لا ينتفع هو بنفسه به لأنه في قرارة نفسه غير مؤمن. لهذا سمعنا يا أخوة هذه الأيام كثير من المنافقين
بدأ ينجم نفاقه. يعني الناس في السابق كان البعض منهم يتستر وربما يجامل وهو غير مؤمن. هذه الأيام تخرج علينا امرأة في أحد البلدان التي تدعي أنها إسلامية فتقول أنا أسير حياتي بناء على رأي رجل عاش قبل 1400 عام. نفاق. كيف هذه ستقبل ما في صحيح البخاري وهي تظن نفسها أفهم وأعلم من البخاري ومن الأحاديث أيضا التي نقلها البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأنا نسمع هؤلاء هذه الأيام يقولون لنا سبب عدم التزامهم هؤلاء الفسقة من الحكام من الممثلين والمغنين من الفساق من الذين ينشرون الرذيلة من بياعي المخدرات من ناشري الخمر وغيرها ويزعمون أنهم مسلمون ويقولون بألسنتهم أنهم مسلمون. طب أعمالكم لا تدل على ذلك. منهم من يبقى ينافق هكذا يقول لك أنا مسلم لا تكفرني ومنهم من ينجم نفاق يعني يظهر نفاق كما قال سيدنا علي عليه السلام ما أضمر أحدكم شيئا إلا وظهر في فلتات لسانه أو على صفحات وجهه. لا يستطيع أن يعيش منافقا طول العمر فينجم نفاق يزل لسانه فيتحدث بما في قلبه. هذا هو النوع الثالث النوع الذي لا يستفيد هو من هذا العلم ومن هذا الوحي ولا يفيد غيره منه أيضا. My dear brothers and sisters, Imam Ibn Qayyim رحمه الله commenting on this ayah says that this is the example of the heart because there are different hearts. One heart is a heart that will receive the revelation and because it is a good heart it will observe it, it will understand it, it will accept it, it will behave based on it. This is the first kind. The second is the heart that might not have the right understanding but has the love of Allah subhanahu wa ta'ala and the love of the messenger but without much ilm, without much knowledge. This will keep it and will pass it on to other people so that they will benefit. And the third, which is the worst, is the heart that does not accept the hadith of Allah, the Sunnah of the Prophet alayhi salatu wasalam. But rather they will either reject it right away or they will pretend that they are listening to it, but indeed they are not listening. They are listening to what's inside of them because their arrogance tells them, you are more intelligent than this. You know better than this. Don't listen to what people say. Listen to what's in your head only because you are the one. And there are arrogant people around us who are like that. You talk to them, you think that they are listening to you. They're not listening. You read the Quran to them, the ayahs, you think that they are listening to the ayah, they are not listening. Because they are listening to their shaitan inside of their minds. That's alone. And that is the judgment that they will base their actions on. We should then, brothers and sisters, ask ourselves, what kind of hearts do we have? What kind of heart is mine? Is it a pure heart that loves to listen to the guidance, loves the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala? Whenever Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned, an ayah is recited, a hadith is told or narrated, we will immediately pay attention. We want to know what is being said. We love to hear that. And then we try to understand it. And then we observe it. We make it part of our inside, part of our character. Then there is the good land. Or are we from the other two kinds? Some love Allah subhanahu wa ta'ala, but they're not willing to put any effort in order to understand. Or some who are rejected completely. If you want to know what kind of heart you have, look at your behavior, because your behavior will tell you what's inside of you. Exactly like your behavior, like Ibn Abbas has said, will tell you what background you came from. A believer who came from a good background, he came from a house where there is respect, a family
where the deen of Allah subhanahu wa ta'ala is established. He hears from the time that he starts understanding and hearing the tasbih of Allah, the recitation of the Quran, the prayers being said, the dua being made, al-kalim al-tayyib, the good word is being, that's all that is around this person. That will be the good land that will produce good children. Compare that to an evil family where the cursing of Allah and His Prophet and His religion, where lying, where loud music and shouting, where the father is always cursing the mother, and the mother is always putting down the father. They don't hear anything around them but lies and scheming and planning and talking about grudges and talking about revenges and talking about envy and talking about others and backbiting. What do you expect the behavior of that child is going to be? That is the bad land, the evil land. Let's make sure then, brothers and sisters, that we are the good soil, that our hearts are pure. Let us take out of them anything that is evil, anything that is bad, anything that is displeasing to Allah subhanahu wa ta'ala, and instead make them good soil that is receptive to the guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. Let's make sure that the input that we receive is always good. If you hear bad thought, do not listen to it. If you hear the ayahs of Allah being mocked, the religion of Allah subhanahu wa ta'ala being attacked, don't sit with these people, as Allah subhanahu wa ta'ala says. If somebody is trying to influence you negatively, encouraging you to be a bad person, to teach you bad things, don't listen to him. Don't listen to him. If you do, you are damaging your own consciousness, your own insight. Let us make sure that our societies, our neighborhoods, our families are good. Good sand that produces good children who fear Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله.